بس خلي لك كده بقى. بصي ده لغم، ما هو جالنا قبل كده السؤال ده. خدي ستة تاني بوكس. ايه فتحنا الالغام كده ليه؟ اوعي بقى يكون بقى حاجه تانية كده نفس يا ترى مخبيلك ايه؟ حصل خلاف كبير بسبب تتر واحه الغروب، في رايك مين كان يستحق يتحط اسمه الاول، خالد النبوي ولا منى شلبي؟ الحقيقه لا استاذ خالد، يعني هو خالد كان مش ملاش علاقه اولا التاريخ وحاجات كتير وشخصيه محمود عبد السلام. منى طبعا ممثله كبيره، بس انا يعني ممكن استاذ خالد لاسباب كتير يستحق ان هو يتحط دايما عشان تاريخه، عشان تاريخه وعشان موهبته وعشان الدور اللي كان الشخصيه نفسها، بتهيالي ان هو كان هو يستحق التقدير ده، ومنى تستحق كل تقدير اكيد مفيش كلام. بس انا الصراحه كانت مشكله دمها تقيل، انا مشكله التتر دي دمها، وفي النهايه لا اسمه ولا اسمها اتحطوا، لغوا الاسمين. لغوا الاسمين. عمر منتج فرض عليكي اسم ممثل معين وانتي ما كنتش عايزاه؟ لا ما حصلتش. لا الحمد لله ما حصلتش. حصلتش ولا مره؟ لا. ولو حصلت هتوافقي تشتغلي ولا تقولي مش هشتغل؟ والله بصي هي اصلا مش عند هو، لو هو مش فرض عليا، لو رشح لي حد هو عايزه وحابب ان هو يبقى موجود ولقيته مناسب للشخصيه، يعني لو مش مناسب، لو مش مناسب هقول له لا طبعا اكيد. يعني استاذ جمال العدل في 100 وش رشح لي مصطفى درويش الله يرحمه، الله يرحمه، فما شفت مصطفى لقيته لايق على شخصيه الراجل ده، فتحي البلطجي ده، فليه لا؟ هي مش عند، انا مش داخله عند معاه، انا احنا بنكمل بعض. لو قال لك مثلا لا انا شايف مثلا ان ده هو المسلسل باسمه وانا جايبه لغرض هبيع بيه المسلسل، وانت شايفه ان هو لا انا مش عايزه اشتغل مع البني ادم ده، لا هتوافقي؟ لا يمكن اقدر اوافق، لا يمكن اعرف، لا يمكن، لا لا مستحيل. هسيب الشغل، يعني هسيب المسلسل او الفيلم اللي انا فيه، هبعد بقى، امشي، هنسحب هنسحب اخر لفه.